اهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في سبور، مرحبا بكم معنا على المباشر. وهذه المره باش نقول لكم الاجواء من خارج اسوار الملعب الشرفي، واللي كيعرف اثناء اجراء المباراه برسم الدور السادس عشر لكاس العرش لموسم 2020 2021، واللي كيعرف يعني كما كنعرفوا في اطار اجراءات الاحترازيه لكوفيد 19. فكما كتبعوا معنا، فجانب من الناس اللي حاضرين هنا واللي جاوا باش يحضروا، ولكن تم منعهم، وكذلك تم المنع كذلك منعنا حتى احنا كذلك من الحضور ديال هذا اللقاء. ولكن كنلاحظوا ان الجمهور المكناسي تواق لكرة القدم، وعشقه يعني لا ما عشقهم ما كيساليش مع وحبهم لفريقهم اللي هو فريق النادي المكناسي. فكنلاحظوا المتابعة ديال الناس من السطوحة، من المنازل المجاورة للملعب الشرفي، باش يقدروا انهم يتبعوا هذا اللقاء. وهذا الشيء اللي غنبينوه لكم. كما كتعرفوا مشاهدينا، فما يمكنش لينا اننا نحضروا في اللقاء. تم التوقيف ديال اللقاء اخويا على قبل الحضور اللي داخل، على قبل الحضور وبالضبط على قبل الصحافه، انهم قال لك ما يمكنش يمنع منعا كليا انه يحضر شي واحد ولا يدخل شي واحد، حتى لو ان اللقاء غير منقول على لا في الرياضيه ولا في القناه، لا في القنوات الرسميه والراعيه لهذه البطوله. فتم المنع ديالنا، وكما قال المندوب ديال المباراه، هذا قرار من الجامعه وكيدوي على اساس انه عنده تعليمات وعنده مجموعه من الاشياء، يعني كيتكلم معنا على اساس انه ما فهمناش صراحه. وحتى الطريقه باش تكلم معنا، الطريقه اللي فيها شويه ديال يعني شويه ديال الاقصاء والاحتقار، ويعني وخرجوا حيدوا عليا من هنا بحال هنا، يعني ولا انا لا عدد من الزملاء الصحفيين اللي تعرضوا يعني لهاد يعني الطرد بهاد الكلمه هادي. حنا الان حنا ما جينا الا باش نوافيو مشاهدينا ومتتبعي ديال قناتنا بالاحداث ديال هاد اللقاء، لانه ما يمكنش لنا هاد الشيء. حنا عارفينه انه ما يمكنش اننا ننقلوا الاطوار ديال المباراه على المباشر ولا هادي، ولكن كنقوموا بالتغطيه ديالنا والواجب الصحفي ديالنا والمهني حنا كنقوموا به باش نغطيو هاد الحدث، لان هذا ديربي فاس ومكناس. الان اللقاء مازال تعطات انطلاقه ديالو من بعد ما يعني تدخل صراحه بعض الرجال واللي كنحترمهم وكنقدرهم، بعض الناس ديال المكتب المسير للنادي المكناسي، وكذلك الاخوان ديال الامن الوطني، وعلى راسهم الاخوان ديال الخليه الرياضيه اللي تواصلوا معنا وحاولوا انهم يوضحوا لنا الامور كيفاش هي. كما كتشوفوا فالناس كتفرج من فوق السطوحه، هنا كتبعوا معنا مشاهدينا، حنا كننقل لكم يعني الاجواء اللي كاينه الان هنا بجنبات ملعب مكناس. وهذا الشيء ولو يعني كما كنوجهوا التحيه ديال الشكر لرجال الامن اللي حاضرين بقوه، واللي يعني حاولوا انهم يضبطوا يعني المسائل ويضبطوا التنظيم هنا داخل الملعب وخارجه. دائما مشاهدينا مشاهدي قناه شوف تي في، انتم معنا على المباشر. هنا كنشوفوا يعني الناس ديال الامن الوطني، مجموعة ديال الجماهير، اللي تعذر عليها الحضور للقاء، وكيتابعوا اللقاء من يعني من شرفات البيوت ومن من من السطوحة، باش يعني يقدروا. نعم، لقاء منقول في الصفحة الرسمية للنادي المكناسي. وكنلاحظوا هنا حضور يعني بعض الجماهير
اللي باقا مرابطه هنا بجانب الملعب. يعني تمني النفس انها ممكن انها تدخل تحضر، لكن تعرفون انه يمنع من عن كليه الحضور الجمهور. احنا باقيين في اجراءات يعني اجراءات احترازيه لمواجهه كورونا، وكذلك كل يعني وحنا باقيين في حاله طوارئ، لذا فيمنع من عن كليه الحضور الجماهير. ولكن هذا الشيء ما كيمنعش انه حضور يعني الصحافه باش تغطي هذا الحدث، و يعني ونعطيو الجانب من هذا اللقاء يعني التسخينات والتحضيرات والاستعداد. واللقاء راه ما يمكنش اننا ننقلوا، لانه عارفين ان الحقوق محفوظه لدى القناه او الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون، هي اللي مسؤوله على هذا على النقل، وهي اللي مكلفه به. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعين في المورا، يا صاحبي تنبقى مضارب معاك دائما. مشاهدينا متابعي قناه تشوف تي في سبور، حنا هنا بجنبات الملعب، كنعطيكم الاجواء المحيطه هنا بالملعب. والان راه اللقاء يعني راه الشوط الاول، كنظن انه وراه هذا هو اللي كاين السيد سعيد، هو ان اللقاء غير منقول، وتم المنع ديالنا انه نوصلوا للجماهير لا المصاويه ولا الناس ديال الكوديم اللي سواقين لهذا اللقاء، وكتعرفوا يعني القيمه ديال هذا الماتش هذا، فهم منعونا من انه يكونوا حاضرين في هذا اللقاء. احنا معاكم هنا في هذه الجوله هذه باش نعطيكم الاجواء العامه. وتحية خاصة لرجال الأمن صراحة ورجال القوات المساعدة، اللي يعني تعاملوا معنا باحترافية، وحتى هما دخلوا على الخط وعاودوا أنهم حاولوا أنهم صراحة أنهم يعني يهدئوا الأمور ويوضحوا لنا يعني اللي واقع. ولكن المندوب لا حول ولا قوة إلا بالله يتكلم معنا بلغة التعليمات وبلغة كذا وكذا، على أساس أنه يعني ما عرفت والله إلا حشمنا اننا نقولوا كاع شي حاجه اللي غير مقبول انه يتعامل معنا بهذه الطريقه. وطالبناه بانه يعطينا شي حاجه لإكري، يعني شي حاجه لكتابيه اللي كتعطي الرسميه للكلام ديالو، فاذا به كيجبد لنا واحد الورقه يعني مكتوب فيها باللغه الفرنسيه فوالا هو راه هو المسؤول على اللقاء، يعني في الرقعه الخضراء في الملعب، ما مسؤولش على ليكرادان. واذا به هو كيحاول انه يعني كيطبق داكشي اللي في راسو وداكشي اللي بغا. حنا ما يمكنش اننا نوقفوا اللقاء، وكيهددنا يعني مباشره، كيقول لك والله ما خرجتو الا بدا هذا اللقاء. ووقف اللقاء، ماشي ما وقفوش، وقف اللقاء يعني بواحد 5 دقائق واكثر، وقف اللقاء لاجل انه نخويو هاد التيران كما كتشوفوا معايا مشاهدينا. فالناس يعني الله يحسن العوان، باغين يتفرجوا في اللقاء كما كتبعوا معنا. فالحضور هنايا يعني كاين بعض الشباب اللي جاو باش يعرفوا النتيجة ويعرفوا، لأنه هاد اللقاء كيكتسي أهمية خاصة عند مكانسة وعند الناس صراحة، وعند الناس ديال فاس اللي اليوم اللي كنلاحظوا أنه كان يعني حضور فريق ديال المغرب الفاسي لوحده بدون يعني بدون جماهير ديالو. وهذا دائما متابعينا مشاهدي قناة شوف تي في سبور، خليكم معنا، هنا غنعطيكم يعني جانب من التدخل الأمني. وكما كتشوفوا فنزل الأمن الوطني هما حاضرين هنايا باش يوقفوا يعني هاد التدفق ديال الجماهير. باش يوقفوا التدفق الجماهيري. شوف تيفي دايرين تغطية الجنبات ديال الملعب وتدخل لك. Yeah, we'll go back to the
الله يكبر بك. كما كتشوفوا معنا مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، التدخلات الامنيه الان من اجل انهم تفريق ديال الجماهير باش تبيع من الجنبات ديال الملعب، والان يعني تدخل حاسم ديال رجال الامن اللي واقفين الان يعني واقفين بالمرصاد لكل يعني باش ما يكونش تجمعات، باش ما تكونش يعني حضور ديال الجماهير هنا بالملعب. فتحية لرجال الأمن كذلك ورجال القوات المساعدة اللي يعني واقفين منذ الساعات الأولى لهذا الصباح هذا باش يوقفوا على كل صغيرة وكبيرة فيما يخص هذا اللقاء. كما كتشوفوا متابعينا، يلا يلا كما كتشوفوا معنا متابعينا، فرجال الامن الان كيقوموا ب يعني كيقلبوا حتى المقاهي، كيقلبوا يعني باش ما يخليوش تجمعات، ما يخليوش يعني ما يكونش حضور امني هنايا، يعني ما يكونش حضور جماهيري لهذا اللقاء، تجنبا للتجمعات وتجنبا وتطبيقا الاجراءات الاحترازيه المعمول بها في مثل هذه التظاهرات. ف شكرا لهم على العمل اللي قاموا به صراحه حماية للمواطنين وحماية كذلك للاعبين وللكل. دائما متابعينا ومتابعي قناة شوف تي في كما كتشاهدوا معنا الان فهذه الاجواء من جانب الملعب. دائما مشاهدينا دائما متتبعي قناه شوف تي في سبور، انتم معنا من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس لنقل يعني كنعطيكم الاجواء التي تدور هنا بجانب الملعب 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 الشرفي لمكناس عفوا اللي كتشوفوا. فالان تم التدخل ديال رجال الامن الوطني لتفريق الجماهير و وضع دائما مشاهدينا ومتتبعي قناه شوف تي في، انتم معنا على هذا المباشر اللي كنقلوا لكم يعني الاحداث من هنا من جانب الملعب ملعب الشرفي بمكناس. وكما كتشوفوا معنا فالحضور الامني المكثف وكذلك رجال الوقايه رجال القوات المساعده اللي حاضرين هنا بقوه من اجل يعني تنظيم وتقدير هذا اللقاء وهذا المباراه وكذلك فك الجماهير. وكنلاحظوا حضور عدد من الجماهير اللي حاضره هنايا باش يعني تآزر الفريق ديالها وتعاون يعني وتساندوا. حنا عارفين انه الله يحسن العوان كان الجميع سيرتو عشاق فريق القديم، فهذه مده ما شافوش الفريق ديالهم وكيتمنيو النفس ديالهم انهم يلتقيوا بالفريق ديالهم في هذا اللقاء هذا. لكن احنا كنعيشوا ظروف خاصه وظروف استثنائيه اللي كتعيشها بلادنا وكيعيشها العالم، هذا الشيء كيمنع الحضور الجماهيري. لذا كنطلبوا وكنتمنوا من ان الجماهير تفهم هذا الامر هذا وهذا الموقف، لانه هذا الشيء فوق يعني فوق الاراده ديالنا، ما يمكنش لانه تجنبا لما هو أسوأ. كنتمنوا انه يكون النتيجه تكون لصالح الفريق اللي لعب مزيان، لا الكوديم ولا الماس. متابعينا
وبالتوفيق للجميع. هادشي اللي كنتمناه. شكرا سي مصطفى خوجة، تحياتنا لكم متتبعينا. غادي نخليكم الان وغادي نضرب لكم موعد ان شاء الله في بث مباشر اخر.